يحدث هذا على مقربة من مقر بعثة الأمم المتحدة في صنعاء. تعلو أصوات الأمهات وتختلط مع أصوات السجانين. تريد الأمهات الإفراج عن أبنائهن الذين يدخلون عامهم الثاني في السجن، وتريد ميليشيا الحوثي إخفاء هذه الأصوات أثناء وجود المبعوث الأممي وعزله عن كل ما يدور بالقرب منه، وحتى لا تسمع الأمم ما يحدث في سجين الميليشيا المنفردة وفي البلد البعيد عن دائرة الضوء والعدسات. تشدد الحراسة وينتشر المزيد من المسلحين. ابني بيتعذب، ابني مكبر بالقيود، ابني ممنوعين احنا من زيارته. ليش؟ مش هو من بني آدم؟ ومع تراكم الأسئلة وتنوعها لم تجد الأمهات الإجابة، لا بوجود العالم وممثله ولا في غيابه وصمته عن قضايا يراها أقل أهمية من إنجاز اتفاق سياسي، وإن نسي في طريقه النظرة نحو من أتعبهن الوقوف في شوارع المدينة وأحيائها، بل وإغماض عينيه عن ما تتعرض له النساء قرب مقر إقامته أو قرب بعثة الأمم التي ينوبها، وما يقاسيه السجناء في الزنازين التي لم يزرها ولم يتطلع لطلب ذلك، حفاظا على مشاعر مضيفيه.